مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى، ودلوقتي جه ميعاد الاخبار العالميه. نبداها من واشنطن بوست. وترامب يتعهد بمحو سجل هيلاري كلينتون. تعهد رجل الاعمال الامريكي دونالد ترامب، والذي بات قاب قوسين او ادنى من تامين الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسيه، بان يمحو سجل منافسته المتوقعه الديمقراطيه هيلاري كلينتون. قالت صحيفه واشنطن بوست انه مع فوز دونالد ترامب في السباق التمهيدي بولايه انديانا، حول امبراطور العقارات اهتمامه للمرحلة القادمة في تنافسه على البيت الأبيض وعلى منافسته المرتقبة وزيرة الخارجية الأمريكية. أوضح ترامب أيضا في مقابلة معه أن الانتخابات العامة لن تشهد أي تخفيض في نهج الأرض المحروقة الذي يتبعه من أجل تحقيق الفوز، وقال أن حزب كلينتون هو المهم، وإلا فما الذي تخطط له في المستقبل، مشيرا إلى أن ماضيها يحمل الكثير من المشكلات. نروح للجارديان. والحكومة البريطانية تمول مكتب إعلامي لمقاتلي المعارضة السورية. قالت صحيفة جارديان أن الحكومة البريطانية تمول حرب دعائية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بعد أن تعاونت مع متعاقدين لإدارة مكتب صحفي لمقاتلي المعارضة دون الكشف على أو عن دور المملكة المتحدة في إطار مساعيها لشن حرب معلوماتية في سوريا عن طريق تمويل الإعلام الخاص بالجماعات المتمردة لتشكيل بذلك الجبهة الخارجية لهذه الحرب التي أطلق عليها ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية هذا الاسم. بتهدف الحملة لتعزيز سمعة ما تطلق عليه الحكومة المعارضة المعتدلة المسلحة، وهو الحقيقة تحالف معقد جدا. اعتبرت الصحيفة أن تحديد أي فصيل بيستحق الدعم أمر محفوف بالمخاطر، لأن كتير جدا من الجماعات انزلقت إلى هوية التشدد مع استمرار الحرب للعام الخامس. وهو حقيقة كمان أن صحيفة كبيرة زي جارديان تكتب حاجة زي مصطلح تحديد فصيل معين، فهو فعلا الموضوع عليه علامات استفهام كتيرة جدا، وازاي يتم من قبل مسؤولين يعني إصدار مصطلح زي تحديد فصيل في ظل المشاكل اللي بتشهدها المنطقة، واللي ممكن يتهم يعني بالوقيعة أو بالعنصرية. تعالوا بقى نروح لآخر خبر معانا في أخبارنا العالمية من مترو. ولقب رجل الشهر مكافأة محمد النني على تألقه مع أرسنال. أثار حصول الدولي المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الفريق اللندني للشهر الثاني على التوالي أثار ردود أفعال وسائل الإعلام الإنجليزية. ذكرت صحيفة مترو أن حصول محمد النني على جائزة رجل الشهر في أرسنال بيعد مكافأة لمستواه المميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباريات الفريق اللندني بشهر إبريل الماضي، والتي لم يتذوق خلالها مرارة الهزيمة. أضافت الصحيفة أن محمد النني كان أحد الأسباب الرئيسية لخروج أرسنال من شهر إبريل بسجل خالي من الهزائم. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا.